السيلوليت ويسمى أيضا بجلد قشر البرتقال، وهو تغيير في طبقة الجلد بظهور ندوب غائرة. ويعتبر السيلوليت حالة طبية طبيعية قد تصيب سواء الرجال أو النساء، ولكنه يظهر بكثرة عند النساء، ويظهر ابتداء من سن البلوغ، ويظهر على مناطق في جسم الإنسان خاصة على الفخذين والأرداف والبطن. أسباب ظهور السيلوليت: عمليات الأيض البطيئة والتغيرات الهرمونية في الجسم، وخاصة ما يحدث أثناء الحمل أو انقطاع الطمث، والذي يمكن أن يكون سبب رئيسي في حدوث السيلوليت. تغيير في النظام الغذائي، التقدم في السن، التغيرات الوراثية، الجنس أو العرق أو النمط الحيوي، بطء عمليات الأيض، وتعرف أيضا باسم التمثيل الغذائي، وهي التفاعلات الكيميائية التي تحدث في جسم الإنسان، توزيع الدهون تحت الجلد، لون جلد الإنسان وسماكته، عدم شرب المياه بكثرة وبالتالي جفاف الجسم، الرجيم والحميات الغذائية الغير صحية والغير متوازنة، زيادة في الوزن أو نقصان في الوزن. طرق علاج السيلوليت طبياً: لم يظهر لحد الآن علاج فعال 100%، إلا أن هناك بعض الطرق كجلسات تسمير التي تساعد على تقليل مدى وضوح علامات السيلوليت في الجسم، سواء بالتعرض لأشعة الشمس أو عبر أجهزة التسمير، اتباع نظام غذائي صحي وجيد ومتوازن من خلال تناول الخضر والفواكه والألياف، وتناول الأغذية الغنية بالماء كالخيار والطماطم والخضر الورقية، شرب المياه بكثرة والمحافظة على رطوبة الجسم، اللجوء إلى حقن الفيتامينات أو حقن الكافيين، اللجوء إلى الكريمات ومستحضرات التجميل التي تعمل على تخفيف ظهور السيلوليت وتحسين مظهره، الميزوثيرابي، وهو علاج تجميلي طبي غير جراحي يقوم على حقن بعض المواد تحت الجلد مثل الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية، وقد يساعد في تحسين مظهر السيلوليت والتخفيف منه. تدليك الجسم يمكن أيضا من تخفيف مظهر السيلوليت على المدى القصير. استعمال ليزر بشكل مباشر على الجلد أو تحت الجلد عن طريق عملية جراحية للابتعاد عن التدخين والمدخنين، حيث يحد التدخين من تدفق الدم في الأوعية الدموية وتعطيل تشكل الكولاجين في الجسم. ومن المعروف أن التدخين مرتبط بزيادة ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد مبكرا، وهو سبب من أسباب جفاف البشرة، وبالتالي فهناك علاقة بين التدخين وحدوث السيلوليت. طرق علاج السيلوليت طبيعيا: هناك أيضا بعض الوصفات الطبيعية التي تمكن من التخفيف من مظهره، وهذه الوصفة تتمثل في كوب من البن المطحون، لأن البن يعتبر عدو السيلوليت الأول حيث أنه غني بمضادات الأكسدة، 6 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند الذي يعتبر مرطبا لبشرة الجسم، و3 ملاعق كبيرة من الملح أو السكر، فالملح أو السكر يقشر وينعم البشرة. طريقة التحضير: نخلط البن مع زيت جوز الهند ومع الملح أو مع السكر إلى أن نحصل على خليط كريمي ومتماسك، نضع هذا الخليط على مكان وجود السيلوليت، وبعد ذلك نقوم بعمل تدليك دائري بالخليط على مكان وجود السيلوليت، ثم نلف المنطقة بالنايلون أو البلاستيك الغذائي ونتركه لمدة ساعة. بعد ذلك نغسل جيدا بالماء هذا الخليط، نقوم بتطبيقه مرة واحدة بالأسبوع، وستلاحظون الفرق من أول استعمال. لا تنسوا متابعتنا على مدونة الريتاج لمزيد من المواضيع والمعلومات حول الأعشاب، التغذية، الصحة، الحلويات، الطبخ، طفل، المرأة وغيرها من المواضيع، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد.